أنا معايا دلوقتي على تليفون دكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام. برحب بحضرتك معنا دكتور رضا. أهلا بك يا أستاذة رجل حضرتك. أهلا وسهلا. واضح إن في ثورة على الوضع، وضع التعليم وعلى الثانوية العامة وعلى المجانية، وفي شغل يعني فيما يتعلق، حتى امبارح كنت بتكلم على المدارس المصرية اليابانية. ايه اللي بيتم التفكير ليه دلوقتي يعني في ديوان الوزارة؟ ايه الشغل او الخطط اللي ممكن تتعمل لتطوير منظومة التعليم في مصر يا دكتور رضا؟ بص يا دوبنا، احنا ماشيين في مسارين. المسار الاولاني ان احنا مثلا بنخفف المناهج في المرحله التعليم الاساسي، بندور بناكد على المفاهيم الاساسيه والثوابت الوطنيه، وفي لجان شغاله على هذا الامر. ان شاء الله المناهج الخاصه بالتعليم الاساسي حجمها يقل باذن الله. في نفس الوقت المرحله الثانويه، اولى ثانوي وثانيه ثانوي علوم ورياضيات، اللي هي الكيمياء والفيزياء والبيولوجي والمواد الرياضيات، تمام، في لجان شغال عليها الوقت لربطها ببنك المعرفه وديسكفري، وبالتالي كمان حجم الكتب بيقل ويركز اكثر على يعني على التعلم الذاتي والبحث، بحيث ان الطالب يقدر يدخل هيلاقي لينكات يقدر يدخل عليها يكمل المعلومه. على الجانب الاخر في تطوير بقى بشكل جذري، سواء في المرحله المبكره اللي هي السنوات الاولى او المرحله الثانويه، بس ده محل دراسه مش محل تنفيذ دلوقتي. حضرتك عشان بس الطلبه اللي عندنا في اولى ثانوي دلوقتي حاليا، عشان ما نجربش فيهم يعني. بالظبط كده. هي الفكره كلها باختصار، احنا عايزين الاولاد يتعلموا اكثر، ما يبقوا حريصين على ان هو ياخد درجه، ياخد درجه ماشي بس متعبر عن تعلمه وعن ادائه، بحيث ان في الاخر لما يدخل الجامعه يلاقي ماشيه مع قدراته ومع استعداداته، لان فعلا الجيل اللي جاي بعد 10 سنين انت اللي هتدور على وظيفه، انت اللي هتخلق الوظيفه. فلازم تمتلك مهارات تمكنك من العمل، مش هيحصل ده الا اذا حدث تعلم حقيقي داخل مدارسنا في الدنيا. يعني احنا كده هنشتغل الاول على المناهج وعلى اسلوب الامتحان نفسه بالاضافه لاسلوب التعليم. وبرضو انا ده بتتكلم على الثانويه العامه بقى بكاملها، دي هتبقى منظومه كامله بقى من مناهجها، من اساليب تقييم الطلاب، من تدريب معلمينها، ده على بعضها كده هي باكج، ما ينفعش تسيب جزء تطور جزء وتسيب جزء. احنا بنتكلم دلوقتي على الثانويه العامه. ده نقدر نبتدي ونشتغل فيه من دلوقتي ولا برضو الكلام ده محتاج وقت؟ لا نشتغل فيه، لكن ما يتطبقش على اولادنا الوقت، اللي يطبق الكلام ده يتطبق على اللي هيدخلوا لسه اولى ثانوي باذن الله. طب احنا استعدينا بده ازاي يعني ايه التجربه اللي هنطبقها، او مين اللي هيدرب سواء مدرسينا، او مين اللي هيساعد في تغيير المناهج؟ يعني ادام احنا بنتكلم على المدى البعيد، مش هنبدا دلوقتي بس لازم نشتغل من دلوقتي. لجان شغاله حاليا، مشغله ومعاها خبرات دوليه، وهي اوريدي شغاله في نفس الوقت، شغالين على اولادنا اللي موجودين حاليا. احنا برضو هم كمان لهم حق، فبنطور لهم مناهجهم، بنربطها ببنك المعرفه، بنربطها بالديسكفري، يعني ماشيين في خطين متوازيين. طب قول لي يا دكتور رضا، ايه حكايه الفصل المقلوب؟ وده برضو تجربه هنشتغل فيها من دلوقتي ولا لسه شويه؟ بص حضرتك، موضوع الفصل المقلوب ده هو قصه بسيطه خالص، مش صعبه ولا حاجه. فاكره لما كان المدرس يقول لنا حضروا الدرس في البيت وتعالوا عشان نتناقش فيه؟ هي دي، ما هي في الليب كلاس روم، يعني فصل يعني الطالب يروح يذاكر هو في بيته ويجي يبقى الحصه للمناقشه. بس اللي هيفرق بقى ان احنا هنديله مصادر يرجع ليها. يعني ايه؟ مش الكتاب بقى هيبقى الكتاب. انا فاهمه ده على النت يعني، مش كده؟ على يعني هيبقى مصادر يرجع لها على النت، على سبيل. المهم ان احنا بنوفر له فيرتشوال كلاس روم. بس تقدر تطبق ده في كل المدارس وعلى كل الطلاب، وامكانيات الدخول على النت والاجهزه يعني برضو عمليا؟ لا خلي بالك، لا احنا في نقطه. احنا ممكن يعني ممكن نشتغل على مثلا المدارس الرسميه اكثر، لكن الفكره في حد ذاتها المبدا سليم، ان احنا الشرط الاساسي عشان ينجح ان احنا نوفر مصادر الطالب يرجع. اصل الفكره في حد ذاتها لطيفه جدا، انه الولاد هم يعني يبداوا يحضروا ويشوفوا الدرس، وبعد كده نيجي في المدرسه وفي الحصه زي ما فهمت كده، يبقى في مجال للمناقشه بقى، احنا فهمنا ايه، حضرنا ايه، فيبقى في اخذ ورد مع المدرس، وطالب يقوم يشرح وطالب ثاني يجيب معلومه ثاني زميله ما جابهاش، يكملوا بعض، يبقى في رؤيه مختلفه للتعلم يعني. طيب كلام الوزير بقى النهارده عن المجانيه، ده معناه عدم الاعتراف بالمجانية بس في طريقنا لإلغاء
حتى اللي موجود دلوقتي من مجانيه وهي غير حقيقيه؟ استاذه لبنى، هذا الكلام بصي لا مساسه بالمجانيه. لا مساسه بالمجانيه، التعليم يدخله الدستور. لكن هو سياده الوزير لما بيتكلم بيقول ان احنا عندنا مجانيه، لكن في نفس الوقت الاسره بتدفع فلوس على الدروس، فهو عايز يتخلص من الدروس عشان تبقى مجانيه. كل وزير بيقول انا عايز احارب الدروس الخصوصيه ومحدش نجح في ده. هننجح المره دي ازاي؟ لو طرق القبول في الجامعات اختلفت وبقى على نظام القدرات وبقى نظام التقييم للطلاب اختلف، ما بقاش على التحصيل والحصول على الدرجه، بقى على الاداء والبرفورمانس والكلام ده، انا اعتقد ان المدرسه هتبقى المكان الحقيقي للتعليم والتعلم. طيب في دلوقتي تعاون او افكار بتحصل ما بين التربيه والتعليم والتعليم العالي علشان نغير النظام ده ونشوف موضوع التنسيق ومشكلته؟ طبعا، لان احنا في الاخر احنا نسخه للتعليم العالي وهو اللي بياخد مننا الطلبه، فلازم يبقى في تنسيق ما بين الوزارتين على اساس نظام القبول في الجامعات. واحنا كمان يعني مثلا على سبيل المثال لو في هيبقى في نظام قدرات والولاد هيمتحنوا قدرات، احنا كمان لازم نمكن ولادنا ونأهلهم ونعرفهم ايه هي قدراتهم واستعدادهم المبكر، ده هيبقى جزء على وزاره التربيه. لا هو فعلا يعني الحق يقال، يعني احنا ملاحظين انه في تعاون وفي كلام والناس بتقعد مع بعض، يعني وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي على مدار الايام اللي فات كان في اكتر من مؤتمر علمي علشان اللي هو اللي بنتكلم فيه ده. هنشوف وزير التعليم العالي قال ايه كمان دكتور خالد عبد الغفار، بس انا بقول انه ما بقيناش في جزر منعزله. هنا في البرنامج لما كنت بقعد مع وزير التربيه والتعليم واكلمه في حاجه ليها علاقه بالجامعات اللي ده مش ملفي، انا ماليش علاقه، لكن انا بخرج له هذا الطالب، فلازم اقعد مع التعليم العالي اشوف هو محتاج ايه ونتعامل ازاي مع اشكاليه التنسيق وبعبع الثانويه العامه. فانا بشكرك يا دكتور رضا، شكرا جزيلا دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام.